تنتذكر واحد الطريفه كانت وقعت لنا ضد فريق الرجاء البيضاوي في ملعب محمد الخامس. كنا داخلين الملعب وجا متولي عند حمزه بودلال ويقول لي حمزه بودلال اليوم ما تماركيش. قال لي اليوم ان شاء الله ما تماركيش. بالفعل جات ضربه الجزاء ديال حمزه بودلال وجبد عليه ديال محسن متولي وجبد عليه حمزه بودلال ودوز لقاء كبير ودوزنا لقاء كبير. كنا فزنا على الرجاء البيضاوي بجوج لواحد. انا داك كان 11 عام فريق كوكب مراكشي ما فاز على نادي الرجاء البيضاوي في كازا. فزنا واحد اللقاء داز ممتع وداز واحد اللقاء شيق. وهاد الطريفه هادي كنت تنتذكرها وقعت قبل من اللقاء وفي اللقاء جبد ليه ضربه جزاء وجبد ليه شي جوج كرات كان جبدهم ليه حمزه بودلال. هادي ما مرات تحيدات ليا من الخيال ديالي.